يعني اذا بنطلع اذا
تفاصيل بسيطة. يا هو أدفانتج جديد طلع، بس بعدين لما صار الماركتينج عم بيكون في سايد افكتس فمش متأكدين منه، يا عم بيعملوا كومباينيشن عم بيحطوا مثلا هاللغات مع بعض بيسموهم اسم جديد. طب أنا عندي شو أنتي بايتكس وعندي ريزيستنس. طيب الريزيستنس هاي موجودة، إيش السبب الرئيسي لها؟ تفضلي. الأشخاص العاديين معظم الوقت إحنا ما أعطينا أنتي فايروس لكل اللي عرفنا من أخذ الدواء،
كارتك الصغير اخذوا في مرضى كثير، اخذوا هذول اللي قاعدين يتعبوا شوي، اخذوا كل غير من هيك احنا ما قامتش. فاذا الفايرال انفكشن ان جنرال هم سيلف ليمتنج، لا يحتاجوا اي شكل من اشكال الانتبايوتكس. اوكي طبعا الا في حالات معينه اللي هي مثلا هلا حتى الانتبايوتكس اللي صار لهم ابروفل للكوفيد 19 هذول الهم يعني بروتوكول معين لكل منها، مش كل واحد يروح ياخذ زيها 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 زيها
ده راح عليك والله يعني. انا صار معي شيء زي هيك بس كانت هي قال كل ما تمرض تاخذ نفس الدواء قال بتحبه ترتاح عليه. بقولها انا يا عمي غيري وانا هذا هو اذا ما بزبط هذا شو بدي هذا؟ قال لا انا انا ما بتصير الا عمر على اسمك. هلا شايف history of previous antibiotic exposure. So, أول بيجي يقول لي أنا عندي حرارة عندي حرارة في البول عندي whatever. تقول لها أنت شو آخر antibiotic أخذتي؟ بس history of previous antibiotic بفرق معنا خلال قديش يعني واحد قال لك سنتين آخر مرة أخذت أو في كلاب. ولا بفرق زي ولا واحد إجا قال لك قبل شهرين أنا ما أخذت أو في كلاب. نفس الشيء؟ لا. لا هو فكرت اسبلم كل شهرين ثلاثه هو جيني دي اف مش عارف يا رامي طيب رامي اي جي ام دي اف ما اي جي ام دي اف ما
بعد سفرك. هلا اذا هو لم اي شيء بيني اياه بضبط اعطيك حاله. هل تعلم انه 50% من المرضى اللي عندهم حساسيه للبنسلين خلال 5 سنين تختفي؟ هذا يعني بيج كويستشن. يعني خصوصا احنا بجوز بيجينا حالات بسيطه بس مرات حتى بالمستشفى يعني بدك تعطيه فرضا يعني في هلا برضه كمان احنا نتعلم مش عارفه اذا مسكرين الدكتور مش بيكون المفروض انه هو مؤسسيتبل انه يصير عنده اي شيء علاجي في الهاد يعني اللي بيكون صار عنده قبل وراح صح لازم نرجع نعمل له تست عشان نشوف هذا مزبوط هذا يعني حنزل لكم ارتكل هذا بيحكي رامي مزبوط هو هذا البروتوكول كامل احنا مثلا نشجع انك تعمل تست طبعا سكن تست بتعرفوا بعرفش انا بعرفه ايه دائرات بيكون عارف عارف يا سعد بالضبط هلا سكين تست بحطوا انجكشن بشوفوا بقارنوها مع كنترول بشوفوا قديش عم يصير في يعني المرضى اللي عندهم هيستوري لازم يرجع يعدلهم لانه احتمال يكون راح وبالتالي انا لما احكي انا معلش صباح كسبكترم اوكي هلا انتم اوير اوف ذا تايم برود سبكترم نارو سبكترم ونيرو اوكي بس انا ما بدي اختار عشان الريزيستنس شو بختار يعني بفضل يكون عندي برود ولا نيرو عشان الريزيستنس انا بروح على نيرو يعني كيف مثلا بدي اجي احكي لكم مثلا هذا الالم ضايق فيه بعرفش شبيت بس رح اختار ضايق فيه مثلا 20% وبدي اروح على المكتبه اشتري الم دينار هذا معي أسلك فيه ولا أروح أشتري خلاص أكبه هذا النار هذا كله مع شوية تشويه إذا بحكي أنا طبعاً هو الأمور نسبية يعني إذا بحكي كارب أمينة إذا بحكي مينو أنا متذكرينه دي يعني لو ترجع تراجع أمور بمشي فوق أحسن مع شوية هلا لما أقارن مينو أنا فيرسس واحد منهم هو بيفرقش اي مفهوم يعني صح ان واحد انسى هلا انا مش بحكي ليش احنا جبنا عن مرض حكيت عن مرض بعرف بس ليش احنا جبنا حكينا عن مرض برضه انا حاسس ايش الناقص هذا اربع نجوم هذا النجومتين لا يا بدي احكي يعني انا بوصل لها عشان اوصل الجنر كل ما زاد الجنريشن يزيد الاسبكترون كل ما برضه بس لا في شيء بدي اخذه مع هذا راح طب احنا وين كنا بالاول السيناريو بس لا لا وبرود لا ها ما بلش هون ايش ثاني كنا بس حكينا نارو وبرود ونعطي مثال عليه نعطي مثال عليه حكينا القلم و14% و100% طيب خلص هلا اذا احنا بنفضل نروح على اوكي هلا انا لما بدي اختار المرو اي جي ليش بدي اختار عشان اوصل لحالي مشكله انه اذا ما ضبط ما ضبط انا وكل شيء على ريزيستنس اي بكتيريا انت تعالجها مثلا اذا كان بدنا ريزيستنس دورينج تريتمنت اي وحده ما ضبط معي هذا الشيء برجع انا باطي منه فانا بهمني اه كان سؤالي على الاكسسوار منكم احنا صح؟ الاكسسوار مين أكبر؟ عليك حكينا مش عارف شو بدي أحكي طيب ما عليك هلا أنا ليش لازم أسأل المريض عن هو شو أخذ؟ فرضا جاك مريض قبل أسبوعين كان معك 3-0 اللي هو سكن من الأمشي في فارس كويس؟ أكون بحكي عن ألرجي بالنسبة للماء أنا
تكتشف حاجه. يعني في طريقه يعني اما يعني خلص انا بقول لابد من از ريزيستنس بروح بعطي مكان او انه بعمل الستوري اوضح وبعمل من السيلنس هو دقيقه بس وانت في الهاب تتاكد. لا ليش احنا قلنا الحكي مهم؟ لانه انا بتفرق معي صفر ديزاين عن يعني انا هذا ما وصل له مش كل الانتي بايوتكس زي بعض. طبعا هذا الشيء مين مش قادر يستوعبه الاطباء يعني بعدين بنقول معك يعني اشياء بس انه نخلص كل واحد تيجي تحكي له مثلا هذا البرو وهذا كذا. انا زوجي طبيب جراح يعني بعلمه وبنتقل وهو يعني بيساهم فيه انه من اي كوكب يعني كل واحد جد يعني معلش بحكي يعني وبين كله ماشي كله زي بعض وهذا اللي حكيه مش مضبوط هو سبب المشاكل الريزستنس يعني. فاحنا قلنا انه لازم نسال عن الريزستنس ونتاكد يعني انا ما راح احكي عن موضوع هذا كذا. لو نسال هسه السيد لما تنزل لأن الوقت ضربت عنده يعني أنا حرد يعني كل لكم نفس الإشي أنا شايفهم كلهم فهو أنا حرد يعني قلت كل لكم كنت شايفهم نفس الإشي لما أفتح أشوف اللي فليت كله بيسوي بيشتغل على نفس الإشي فبقول له أنت كيف تعرف؟ قال خلاص ما هي بوزيتيف ونيجاتيف خلاص أصلا كيف تعرف أنت إذا بوزيتيف يعني في إشي مثلا البوزيتيف إنه خلاص بتسوي هاي الساينز والسيمبتومز هيك يعني ولا ما هلا والله يسمعك بعمل يوم تحت لا هذا اللي هو بيحكي انه انا يعني كيف بدي اعطي مضبوط لانه احنا برافو بس اتمنى انك يعني تحكي الموضوع بتعرف حي ولا ما في عندنا بالانفكشن في عندنا مسميات خاصه فينا يعني هلا شو هاي المسميات؟ اظن انه مر عليكم اللي هو مثلا مسميات الميركات تركه لي يعني حسب الخبره يعني انه هلا بروفيلاكس هي خلينا نحكي عن اكثر وحده يعني سوري ايش بروفيلاكس يعني لما اعطي بروفيلاكس لشيء شو بقصد يعني وقايه وقايه شو معنى وقايه بريفنتيف يعني يعني هو عنده انفكشن ولا انا بدي يصير ما بدي يصير عندي هاي مهمه كثير نفهمها انه انا بروفيلاكس الشخص اللي معي ما عنده ولا حاليا ما في انفكشن بس انا مش بروح بعطي هوسبيتالايزد يعني بكون لا مش ضروري يعني مثلا بدك تسافر على اوكي رمي سفر على البلدان اللي فيها مثلا امراض افريقيا افريقيا روح اوديك هيك على تنزانيا عشان حال ملاريا معقدة خايفة عليك يا رامي بتعطي يعني خايفة عليك يا رامي بروح بقول لك خذ بروفيلاكسيس قبل ما تروح عشان ما تصير عندك نيجي نحكي مثلا شخص عنده مشكلة بسبب عنده التهاب متكرر مثلا في اطفال يكون له مشكلة يعني بيكون مشكلة بالسفنكتر اللي بين الكدني واليوريتر في ليك وبضل عرضة لالتهابات متكررة من المسالك بس هو بدل ما يتعالج وخلص هلا أنا خايف يصير عنده بروح بعطيه بروفيلاكتيك طفل عنده أوقات سمينية متكررة فخايف عليه يتعب بروح أنا بعطيه وقائي إذا بروفيلاكتيك هو يكون الشخص ما عنده انفكشن انا خايفه لما اعطي طبيعه البروفيلاكتيك ايجنتس رايكم بتكون نرو ولا برود او اصباطهم مختلفه صح؟ نرو نرو لا بروفيلاكتيك يعني انه واحد ما عنده شيء بس انت بدك يعني تعطيه بنانا ريست يعني انا عم بحاول اخلي فيه كونسنتريشنز من البلد او اليورين او وات ايفر فيه انتي بايوتكس نرو اوكي وبالعاده الدوز بتكون هاف ثيرابيوتيك دوز هذا كله ينطبق على البروفيلاكتيك. نيجي هسه على الامبيريكال والديفيرتيف. الامبيريكال اللي حكيته هلا انه انا اجاني سين فارض بناء على ابني مثلا بيجي بيحكي ابني صغير عمره 7 شهور ماسك ابنه بشد فيه وبيعيط طول الليل وما نايم انه مو راضي ياكل مو راضي يشرب. اكستريم. اكستريم شايف واو هلا هذا اكستريم هلا هذا وقعت سنتين هلا انا كيف بتاكد انه عندي انفكشن بالضبط بيجي على هذا السؤال ما هي الانديكيتور اوف انفكشن اول شيء مميز في الانفكشن هو حرق ثانك يو
حرارة فيها كويس. هلا الفيبر قد ايه حرارة الجسم؟ قد ايه قد ايه؟ انا بحكي ما بدي اشوف عنده فيبر، لازم يكون اعلى من 38. من 38 من 38.2 هذا بعتبره فيبر. هلا الفيبر عندنا نوعين، لو جريد فيبر وهاي جريد فيبر. اوكي اللي هي اذا بحكي 39 هاي هاي جريد، واقل من 39 هاي لو جريد. طبعا الحد 3 أيام بيكون فايرال الفيبر. الحرارة زادت يعني تضل 3 أيام. تعرف هيك سمعت هذا الشيء؟ لا لا، موضوع فايرال بكتيريا هو موضوع جد معقد. يعني مثلا بتاعت سبيكي فرضا هي نحكي تقريبا نسبة بكتيريا فيها جيدة، تقريبا 30-35% بكتيريا، ولكن ممكن يجي الطفل معك بحرارة نهائي. تخيل يعني 25% من الأطفال بيجوا معك بحرارة نهائي. هلا مثلا نيجي نحكي بعرفش اذا شفتوا وقت اذا المصابين بتعرفوهم اللي صار عندهم كوفيد 19 كان في ناس عندهم حراره وناس اجوا بدون حراره. موضوع الحراره هو خدعه اخترعونا فيها، انه مثلا في ناس بتصير يحكوا لك اذا حراره كثير بكتيريا، اذا حراره خفيفه فايرال. طب ما هي الحراره؟ احنا ما سالناش حالنا السؤال، هي ايش عباره عن؟ ديفنس كانسر. يعني إذا جسمي أنا بيعمل حرارة كويس، يعني نجي نحكي مثلا مريض مرضى الكانسر تيرمينال أو بلاش تيرمينال مرضى الكانسر، أوكي؟ بصير في عندهم شيء اسمه فيبرال نيوتروبينيا، بصير في عندهم انفكشن، بس قد ما الإميون سيستم تعبان لا بصير عنده حرارة فيبرال، ولا بصير عنده إيش الشغلة الثانية؟ إحنا اليوم بدون ما أرتاحش بس والله أحكي أحكي، والمرة الجاية بمر عليها مسرعة، لأنه خلص هيك شايف الأمور كلها غلط. هسا نرجع للحرارة، يعني حرارة الفنس الكانس أنا مش لازم أخاف منها. خصوصا إذا ما بتتجاوز 40 مع شحارة 20 بيولي أو هي برضه بتستفيد من مسار إني أعرف إنه صار في ريسبونس مع الشيء. هلا إحنا كان هون بعدنا هون حاليا. هلا أنا إجاني صار لي سمنة معينة. هلا كيف بدي أتأكد إنه عندي إنفكشن؟ هلا إحنا بعدنا بس صار لي سمنة بس فيها. بس أنا شو الإشي اللي بخليني أعرف إنه في بكتيريا بتسبب هذا الانفكشن؟ شو لازم أعمل؟ كلشر. إذا الأناليسيس كلشر أنا كيف بدي أعرف دون ما أعمل كلشر؟ لأنه أجين مثلا بيجي بحكي حل مسكر حل مش عارف إيش كذا. بكتيريا أو فايرال بروح أنا باخذ زراعة صح؟ وبتأكد إذا هي بكتيريا أو فايرال. فإذا ما خطأ إنك تكتب هلا الكلشر بدها كم يوم حتى بعرف؟ حسب المختبر يعني يومين 5 أيام عشان حال يومين 5 أيام. لا ليش نحكي مثلا إذا بتقعد 4 أيام هل معقول إنه أنا ما أعطيش مريض ولا أي شيء من بضني أستنى لا تطلع نتيجة البنت؟ لو العرض خفيفة وأنا مش شاك بين فايرال يعني الأشياء اللي بتكون فيها يعني يا فايروس يا بكتيريا أنا بحكي بستنى 4 أيام إذا شاف إنه أعراضه عم بتقل لحالها صح كيف الفايرال بتصير لنا بينك موست يعني فإنه بعدين إذا ما خف تعطيه بكتيريا مو هي عنده أشياء حلوة هسا اللي تضبط هاي ما هيك عملتها هاي تضبط بس بدي أعطيكم سيناريو ثاني واحد يجي بأعراض أنت شاك إنه عنده مينينجايتس واحد يجي بأعراض أنت شاك إنه عنده فايروس مين بتصبر عليه ومين ما بتصبر؟ بس بصبر ما بتصبر على مينينجايتس
بعمل البكتيريا وسط الدم، هذا جزء. الجزء الثاني من السبسس هو يضرب كل الاورجانز، كل الاورجانز الكدني الهار كله ببلش يضرب يضرب، بصير عندها مالتي اورجان فيلير بموت. فاذا استنى اول استنى هذا اللي هو بحب فيها سبب الانفكشن. فانا لما يجي مريض عندي واتاكد انه في سامبل مانجمنت انفكشن اكون حاسباتي شيء اسمه امبيريكال ثيرابي. الامبيريكال ثيرابي بني انا انتي مايكروبيال تريتمنت بيست على الموست لايكلي باثوجنز اللي بتوقعها. انا مش عارف شو واخر شيء بجوز يطلع اصلا فايرال، بس انا حسب تقييمي للامور الموست لايكلي باثوجنز بعطي عليها. ماشي؟ يعني جاب مريض عنده بايونفكتس مريضه عندك بايونفكتس حراره تشيلز رايجز فلانك بين ديرن اناليسيس. شو بنعمل؟ احنا طبعا عشان نتاكد من الانفكشن لازم ناخذ عينه من المكان اللي فيه الانفكشن. ماشي؟ مثلا لما نرجع نستمر قدام المكان ناخذ العينه لفت بكتشر مضبوط خزعه من السي اس اف نسحبها من الظهر بالضبط ونحلل يو تي اي. مين ناخذ العينه؟ يورين. ناخذ عينه يورين. مثلا فرنجايتس نروح نفتحها داخل سواب من الفرنت وتايتس ميديا لو بدي بروح بسحب. هلا هذا الحكي الستاندرد. اوكي؟ فاذا بنكتشف انه احنا معظم الوقت يا رامي يا حمد يا سماح عم نعطي يا جميع طبعا عم نعطي انفايتكس امبيريكلي. يعني انا مو متاكد اجاني الشخص عليه حراره تعبان اضلني استنى الكلتشر بروح بعطيه انتي بايتكس بناء على الموست لايكلي باثوجنز. بس هذا الجزء صعب ولا سهل؟ رايكم؟ يعني تختار على شيء انت مش عارفه انت تتوقع صعب. هذا اصعب جزء وهذا هو فرق الانتبيوتكس. هذا الجزء هذا مش شطاره انه مثلا هذا شاطر هذا مش شاطر هذا دكتورك هذا الصيدلاني يعني هون هيك. اوكي؟ هسه انا بعد 5 ايام طلعت الكلتشر. عمره حدا شاف كلتشر؟ نتيجه الكلتشر؟ كيف تطلع الكلتشر؟ انا دائما بجيب للطلاب الامتحان سؤال يكون في نتيجه الكلتشر. هسا اذا الامريكان البروفلاكسيس عرفناهم تيجي تطلع نتيجه الفلج بيجي بيحكي لي ان الكلتشر هاي طلعت ايكولاي بحكي لي شو اسم البكتيريا كويس ويحط لي جدول ماشي بيعطيني خيارات بيقول لي جنتومايسن سنسيتيف اورجن سنسيتيف بحكي لي سيفالكسين. سيفالكسين اي جنريشن؟ توها سيفالكسين عفوا طلع بقول ليكون لاي كذا كذا بضبط على السفلكسين؟ لا لا خلص هذا انا شغل عليه. شو ضل عندي؟ ضل عندي سستكتبل سستكتبل واوكسيكتاب الهبيه. شو يعني الهبيه؟ يعني بس دوز عالي صح والله يكون يعني كويس بقول له بحب استكتبل عشان في فرق عشان تخش على شيء خاص النهارده بس عشان النهارده كله قاعد هسه بدك تعطي دور عالي. احنا بالعلاج خلص بنقول انت بدك تنعمل زي ما عملت الريزستنس بشطب عليه كمان بس كويس. هسه بدي اختار بين جنتا وبين سنتا شو بتختار؟ النرو. كويس. شو النرو؟ ايش اول واحد؟ جنتا مايس عمين اولاد السعر جنتا كلام عليك جنتا خشن هيك للتقيل يعني للزنقات سفر. بس شو في فاكتر ثاني بيفرق معي؟ مريض كويس امور صارت منيحه السايد افكت بطل ونكرت جنتا ما يفهم شيء بده ونكرت السايد افكت. المريض بده يروح على البيت يروح ايش بيعرف؟ اورال ثانك يو بده اورال. اذا انا لازم ادور على ايجنت ديسشارج بيطلع شوف شوف شروط بطلع عليه الطلاب شو بيقول الدكتور ما كل
اللي بعرف انه اليوم 10 كثير شغلات، بس هو خلص بعدين كله رح يصير شغل مع الشيء اليوم مشان يكون اسبوع. فاذا البروفيلاكتيك مثلا اجى مريض زي هذا عندي كل اي تي اي وهي انفكشن، بس انا قررت انه حرام هاي الطفله عم تتعب كل شهر كل ست شهور عم تيجي الانفكشن، خلص انا بدي اعطيها بروفيلاكتيك. اول شيء بعالجها بتاكد انه امورها ممتازه، بعدين بعطيها البروفيلاكتيك. اذا البروفيلاكتيك ما بيضمحني لما يرجع مكان الانفكشن، بعالج الانفكشن بحل المشكله وبعدين بكمل بروفيلاكتيك. الامبيريكال هو اصعب نقطه انك انت تختار شيء بناء على مصدر الباثوجين. هلا في قاعده لازم تعرفها، اذا كان الانفكشن سيبيه يعني ايش سيبيه؟ يعني مرات المرضى بيكون توكسيك يعني almost septic، ديش أقول دخل في سبسس، بس almost septic كتير تعبان. مش إحنا طول الوقت عم نحكي نارو ونارو وقار، معلش أعطي الوقت. يعني المرضى اللي بشوفوا إنه عندهم بلاغة سبسس نصير إحنا نعطيهم برود وما بنسأل، لأنه أنا بحكي طبعا سبسس شو مشكلته؟ إنه هو بلش سبسس خلال 6 ساعات تحول لسيفير سبسس، كمان 6 ساعات سبسس شو؟ فأنت بس معك 12 ساعة تتصرف فيها. فهون بتلاقي مرات التريتمنت اجريسيف ماشي، بس احنا بمعظم الأشياء اللي بنشوفها احنا بالكوميونتي يعني كلها شغلات يعني ما فيش داعي يعني نروح على برود ونعقد كويس. استراد سيل لا سيل، ليش نحكي بكتيريا هلا صار هون؟ مش معقول انه يصير في بكتيريا في الجسم. ايش كمان سيل؟ ليفر، بلادر كمان ليفر. انا عم بحكي عن فلويدز. سيربرو سباينال فلويد سي اس اف سيل ما في اوكي سي اس اف. اذا عندكم في عندنا سيل بس اللي هم الاورجانز. طيب اعطوني اورجانز، اكيد كل اللي قلنا الاورجانز السر يعني نحكي اللي هم زي الليفر البنكرياس اللانس مثلا انتستن السر ولا السر مليان بكتيريا لوز اوف بكتيريا. يعني اذا بتروحوا معي على الانتستاين بتلاقوا انه مثلا في عندنا لاكتوباسيلس ستريبتوكوكس انتيروكوكس انتيروبكتيريس انيروكس ما شوف حال التوم في بكتيريا ولا لا؟ اكيد مليان أصلاً مشان هيك المرات بس مشكلة أسنان تصير في إنفكشن وكذا. إذا الأوبر ريسبيرتوري في هاي المنطقة برضه فيها بكتيريا اللي هم ستريبتوكوكس نيستيريا، الستومك فيها اللي هي ستريبتوكوكس ولارج انتستين. إذا إحنا البكتيريا ما بتيجي مني يا إما نورمال فلورا سببت عندي إندوجينس إنفكشن أو إجتني من برا ماشي الحال. اجتني انا اكسوجينس بكتيريا اوكي. طبعا هلا اذا ما بنحكي مثلا كمثال نيجي نحكي ستافيلوكوكس اوريس و ام اس
نفسه. إذا مش كل البكتيريا نفس الشيء لما خفيفة في منهم الأولية. إذا تسمع واحدة اسمها في إيكولاي في سودوموناس. سودوموناس كثير قوي بس طاير. أوكي سبب عندي أكل فشل. فإذا هذا كمان بفرق. هلا في نقطة ثانية بدي أحكيها. هلا مثلاً سمعت كثير إنه بيروحوا بيسحبوا بيعملوا فحص بي سي آر صح؟ وناس في ناس ما عندهم أعراض، إيش بسميهم هدول؟ كولونايزد، هدول كولونايزد، إذا يعني مرات بيجي بنحكي مثلا فلان عدى طب ما هي إخوانهم بالبيت كويسين ما شاء الله عليهم ما فيش مثلا، أو مثلا كلهم كبار وصغير بتوع الحضانة ما شاء الله فيها. هي راحت على الحضانة كولونايزد عدى ما شاء الله عليهم ما شاء الله. فإذا الكولونايزيشن إنك أنت عندك البكتيريا هاي موجودة ولكن ما عندك أي سائل من الإنفكشن، وعادي تكون شخص عبارة عن فقط مصدر للعدوى للآخرين بدون أم للآخرين عشان الحال. فإذا كولونايزيشن إنفكشن أسرع. هلا كنا نحكي عن شوي عن السائل والسيمتومز للمرض، شو هم؟ نسأل عن الهيستوري تبع المريض، نسأل عن الكوموربيديتيز شو عنده، كارين ميديكيشن، الألرجي طبعا بهمونا الألرجي بشكل عام. يعني لما تيجي تحكي انت فرضا قررت تعطيه درايف هدرم سلفر فنكسدول بهمك اذا عنده سلفر دراج الرجي فرضا فنسلت بهمك اذا عنده بنزل. طلعوا كيف النقطه هاي اللي شوي حكيناها مهمه بريفيس انتبايوتيك اكسبوجر مهم اعرفها. اوكي ماي بروفايد بلوز ريجاردين كولونايزيشن انفكشن لازم نسال عنها بريفيس هوسبيتاليزيشن. هلا اذا بدي احكي لكم المركز الصحي تبع جامعه العلوم مستشفى الاميره بسمة مستشفى الملك عبد الله مركز حسين السرطان عم بعطيكم يعني فور ليفلز اوكي برايمري كير سكندري تيرشري ولسه كمان مركز حسين تيرشري اكثر. تتوقعوا انه في عندنا شيء اسمه نوزوكوميان كوميونيتي اكوايرد. ايش هي نوزوكوميان؟ كلمه نوزوكوميان شخص دخل المستشفى بصير في عنده انفكشن من البكتيريا الموجوده في المستشفى. اوكي والكوميونتي هو احنا يعني من اهتمام دراسات. هلا كل مستشفى فيه له ايديولوجي او بكتيريا خاصه فيه. اذا حكيت لكم مركز الصحي الاميره بسمة كي او اتش ومركز الحسين السرطان، مين اكثر واحد توقع بنلاقي فيه الباد بابز؟ يعني مركز الحسين السرطان باد بابز يعني ايش اختفى حالي حكوا ما تقدر الريزستنس وهيك دلع باد بابز. اوكي هلا الباد بابز هذول هم الشغلات في كتير ريزستنس معقدة رح لاقيها في مثلاً أكيد مركز الصحي تيجوا كلكم أولاد شكل برضو هلا بدي أحكي يمن أوكي جايين هيلثي فحلي إني شغلات بسيطة. هسا المركز الحسين السرطان كله فقط إنفكشن وفي عالم ريزستنس يعني إكستريم. فإذا أنا بختلف عندي المكان اوكي فبهمني اعرف هذا المريض كان بريفيس هوسبيتاليزيشن او لا وين كان السنتر اللي هو كان داخل اوكي لانه هذا معناته انه هو لما روى مثلا شخص والله دخل اسبوع يعمل تنظيف للمثانه وايش كمان دخل يعمل شو بده يقعد اسبوع يساوي فيش تعبيران ولا ايش بده يقعد اسبوع شو يعمل فرصات فرق عنده تنظيف وعنده صوره وعنده كذا فيش بعد اسبوع كف جثتين كذا نيمونيا. هاي النمونيا من مصدرها تختلف تماماً عن الكوميونتي أكبر النمونيا تختلف مع بعض كثير كل العلاج الأشياء نحكي عن بعض. فإذا بهمني أعرف أنا اللي هو إنه الشخص تعمل إيه في التلفزيون تعمل هيستوري والله إجا سينا من السفر تعبان على الحرارة من إجا إجا من باكستان إيش عندهم باكستان عندهم هيبتايتس إيه ماشي سوشيال هيستوري بدي اكثر اللي هو مثلا نحكي شخص مثلا عايش بحاله في ناس بيتعبوا فيه بياكل منيح ما بياكل منيح ماشي الحال بيت انيمال اكسبوجر في كثير امراض مشتركه بينه وبين مثلا الفطريات عندهم بس في البيت بس نشوف دائما هاي الشغلات الجنسيه اغلبها او مرات مثلا توكسوبلازموسس بعرف شو سامعين فيها تعقدها يعني في كثير امراض مشتركه لازم نسال عنها occupational exposure environmental exposure المكان اللي هو فيه مثلا هل انه مثلا عندهم مزرعه او مثلا ساكنين قريب من مكان فيه تلوث او اي شيء ممكن يسبب انفكشن.
هلا الفيزيكال فايندينج والفايتال ساينز هذول بيعتمدوا حسب اللي هو كل سيستم خاص فيه. يعني مثلا انا UTI فرضا بين عندي الاعراض حرقه في البول سيلولايتس انفكشن بنحكي ابيدرمس طب ابيدرمس بصير في ورم انتفاع يعني كل سيستم له صار انفكشن. طبعا ممكن نلجا نعمل تشيست اكس راي يعني تشيست اكس راي اكثر شيء مشهوره وين باي انفكشن نيومونيا برافو اذا مشهوره في نيومونيا ما في نيومونيا الا نشخص انه تعمل او ممكن نضطر نعمل سي تي سكان ام ار اي هسه بعدين بنروح نسحب والله تكتبوا لي على هدول بس انا في عندي حرق اوكي نكست ستيب بدي اتاكد انه في انفكشن لازم اعمل اخذ عينه دم سي بي سي وادور على ثلاث شغلات هم الوايت ديسيز سي ري اكتيف بروتين اي اس او بروكايستيرويد. طبعا ممكن بعدين نعمل اللي هو نودي العينه على الزراعه بعمل اول شيء كام ستيب وكلش في مرحلة لها الوايت ديسيز لا سوري ما يجيش كثير لازم تكون 10,000 من 4,000 ل 10,000 الرقم الصحيح. هلا في اسباب اخرى بتزيد الوايت ديسيز اللي هي ستريس روماتويد ارثرايتس لوكيميا كورتيكوستيرويدز ماشي عمليه بيحترق الكورتيزون مثلا تعال يعني خلي بردين تعال على الوايت ديسيز مرتفعين بس هذا كله شيء مهم. طبعا في عندهم شغلتين اللي هم الميون كومبرومايز بالالدرلي ما بعرف عندهم الوايت ديسيز هسه بدي انا اروح عندكم الالدرلي بيشنتس ما بعرف اذا حدا فيكم صدف حدا جد له مثلا او جده صار عندها انفكشن بالمعنى يعني ما كنتوا بالبول رح تتفاجئوا انه او يعني تعلمتهم عشان عادي كنا نايمين صحيح الصبح كنت كان منيح كويس بفيق الصبح الشخص اللي هو يقدر ليش نعرفه احنا فوق 65 او اكثر بفيق بيجي بيحكي مين؟ الكمبيوتر انتوا انا مين؟ انتوا وين؟ بديروا على بيتي بدي اطلع ليش؟ توكل بالفيوجن انه ما ببين الاهلي انا بقول خلص راحت فيها بصير طبعا شخص عندهم ستروك وهم شغلات هيك راحت علينا وراح يهجم بفتره كل الاردن وروحوا دخلوا على المستشفى ودراما وعياط يا ويلي بقوا ايش صار فيك كذا وهيك 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 اخر شيء كله هذا يوتي ار اسد محلي انفكشن صار كان اسد محلي او بيحكي فايرال انفكشن حبه جلده عملت انفكشن الالدرلي بيشنتس البرزنتيشن اوف انفكشن عندهم مختلف تماما عنا احنا ما في لا حراره ولا كريات المدار ولا بيجي بيحكي لك عندي حرقه في البول عشان في هذا المسالك مثل كونفيوجن بقعد طبعا يومين بعدين بدك تعرف كوسات ار ستورينج انفكشن مجرد ما اخذ تعالج ما شاء الله كل شيء اوكي فكيب ان مايند انه الالدرلي ما بيجي في البيبيكال برزنتيشن اوكي هاي طبعا ما مش مهم انه تمام هلا بيجي نفحص وايت ديسيز حكينا احنا من 4 ل 10,000 هسا الفنجل انفكشن بترفع الوايت ديسيز رايك او ليش بدك تعمل وايت ديسيز؟ انا ديفنس مكانس طب بدك ترفع بالفنجل؟ يس بالفيروس؟ يس بالبكتيريا؟ يس طب شو بدي اعرف الموبايل اللي بقدر استفيد؟ في شيء اسمه ديفرنشال خلص بس انت بس بتوقع مستشفى او اي مريض بيجي معك ما بطلوا زمان زي زمان يطلعوا الوايت ديسيز يكتبوها وخلص بس بيطلعوا شيء اسمه ديفرنشال ديفرنشال اللي بتعرفوا انه الوايت ديسيز انواع نيوتروفيلز لينفوسايتس مونوسايتس كريمو سموها هذا هسا اذا كان نسبه الميجورتي نيوتروفيلز بروح مع بكتيريا اذا كان ميجورتي لينفوسايت اللي هم التي سيلز بروح مع فاير اذا متذكرين انتم بال وقت الكوفيد اولها ليش كانت الامور سيئه ونيومونيا تي لينفوسايت يعني كان سبايكينج بطريقه يعني جسم ما يستوعبها هاي يعني الفضل هو الفيرجن كان يقدر تريجر التي لينفوسايتس بطريقه هجوميه فكان هذا الشيء كمان ياثر على الجسم اوكي فاذا اللينفوسايت فايرال في عندكم اللي هو المونوسايت بيرتبطوا اكثر بحاله التيوبركلوسس والمونوزوما انفكشن برضه التي لينفوسايت ممكن يرتفع بحاله الفايرال فاذا بتطلعوا على الشيفت إذا شافوا إنكم معظمهم 85% بيكون هيك يعني بيكون نيوتروفيلز معناته أنا
بكتيريا. اوكي كثير مهم هذا. بالاضافه لهذا الحكي برضه كل المختبرات صاروا يقولوا بي اس ار سيري اكتيف بروتين. هذول انفلاماتوري ماركرز ما بيحكوا لي يعني وين مكان الانفكشن، بس بيحكوا لي في عندي انفلاميشن. بحاله البكتيريا الانفكشن سالوني كيف نفرق، بنتفقوا ارتفاع رهيب يعني هو بالوضع الطبيعي الليفل تبعهم عندنا اقل من 5. هلا البكتيريا سيفير انفكشن وصل 140 150، الفايرال 30 40. هون ممكن كمان انه انا كنت محتاره اعرف كيف بدي افكر. اوكي هلا اللوكالز هون صراحه ما كثير بيستخدموه، بس يعني مش موجود بالمختبرات هون برا موجود. هذا كثير سبيسيفيك للبكتيريا الانفكشن، بس هدول يعني بندفعوا بالشركتين. الفرق الوحيد انه ارتفاعهم اعلى من كل البكتيريا، بينما اللوكالز هون هو سبيسيفيك للبكتيريا الانفكشن. طب انا كصيدلاني بقدر اطلب لا تست، انا اقول له روح اعمل لي دول. بس في دول برا انت بتقدر يعني يعني هاف ذا فيلد ان تو تو دايجنوز. طب هلا هو يعني حسب طبعا المكان، يعني مثلا اذا هو بيتعالج على حساب ولو هو باي مختبر بيحطه في تامين. يعني تامين يعني انه ما بعرف عن كيف التامين، اذا بيروح على مستشفى بده يكون بدك وصف من طبيب يعني من في اورد ما عندنا اوثورتي انه ممكن عارف. أنا أشوف برا الأمور كثير أكثر من هون، يعني هو أصلاً ما في أنتبيوتيك إلا وصف، الوصف ما بتنعطى إلا ليوعد بس في صيادلة بوصفه، في صيادلة يعني بوصفه. أنا ما عم بقول لك يعني في طبعاً، إذا محتاج مو بالنهاية وصف، الوصف هي بناء على مشكلة، هلا بده يشخص بده يمرق بالأشياء هاي، أوكي؟ طبعاً هذا الحكي وايد كثير وكذا، بكتب من حسب نوع الإنفكشن. اسالكم مين مثلا منكم اضطر انه حل وبر التعب صار عنده فرنجايتس واخذ انتبايوتيك، في حدا صار معه هيك؟ عمرك رحت عملت سي بي سي مشان هذا الشيء؟ ما بنعمل هون، ما بنعمل احنا بنعمل بي سي بي انفكشن مننجايتس بايونفكايتس نيومونيا، يعني بجيب مريض يعني انت بوضعه اسار. اما مثلا فرنجايتس احنا اصلا كل ما رح نشوف لقدام يعني في طريقه نقدر نعرف كل شيء بدون ما نعمل ولا نفحص البكتيريا الواي اسبور مشي عليه ماشي. اليو تي اي العادي السيستايتس طبعا السيستايتس اللي هو التهاب المنفعه والبنوفايتس التهاب الكلى، مين كبير اكثر؟ البنوفايتس. بس البنوفايتس ما نعمل زي هيك، السيستايتس حرقه وما حرقه مشي الامور بدون ما نعمل، مش كل يعني مش كل فحص بنعمل هيك. اوكي هلا رحنا بعدين بنحكينا على الزراعه، الزراعه اول شيء بيسحبوا عينات يورين اناليسيس بسحبوا عينة ويقولوها على الزراعة. أول خطوة بالزراعة دعم ستير، متذكرين؟ تحدد لي فقط إذا بوزيتيف أو نيجاتيف، هاي بتطلع بسرعة ما بتطول، يعني هاي 12 ساعة 24 ساعة تكون طالعة، وأنا يعني تجربتي مع المستشفيات كانت مختلفة، شيء بيقعد 5 أيام بيطلع شيء يومين مش عارف صراحة، فيعني فرضا إنه المفروض تطلع بسرعة، ماشي؟ قبل ما نعطي من بيتك. مش بقدر اسمعني، حضر معي الكورس مش معقول عم بيحكي معي نفس الاشياء اللي بدي احكي معك. بس ايوه قبل ولا بعد؟ مهم يعني اجا اكس قررت انه اعطيه هيك الفعل، سحبت العينات واعطيته ولا اعطيه بعدين اسحب؟ مهم اذا انا اعطيته بعدين سحبت ولا كاني عملت شيء خلص راحت العينه فاضيه هاي مهمة كتير كتير. وليش احنا بنسأل؟ ليش بس ليش نكون ما اخذ في البيت؟ مو خلص اذا اخذ في البيت شيء انا ما رح اسحب لانه خلص ما استفدتش. مهم نعرف اذا مهم بكل انواع الانفكشن دون استثناء تسحب اللي بدك اياه، بدك بلاد كانشر، بدك ري كانشر، بدك اللي بدك اياه تاخذه تسحب العينات تعطي مباشرة اخر وقت، العينة بتطلع وقت ما بدها. مهم جدا، اوكي؟ هلا جرام ستين على بوزيتيف ونيجاتيف، هذا اختصر علينا على فكره وقت يعني خلص حكى لي انه والله مرحبا كيفك العينه طلعت جرام بوزيتيف بشغل الفريق كله على بوزيتيف، العينه طلعت نيجاتيف بشغله على نيجاتيف، بعدين بتطلع عندي الكلشر. اوكي الكلشر اللي بنحسب بها انا اللي هو المينيمم اللي بدك كونسنتريشن متذكرينه؟ مايكروبيولوجي اللي بدك تاخذ بتاعي الزمن الغابر. اوكي بس
achieved in the serum after standard dose of drug antimicrobial. في شيء اسمه كل يعني في شيء اسمه كل أو لكن standard institute هاي منظمة عالمية كل سنة أو كل فترة بتحدد إنه إيش البريك بوينتس لكل antimicrobial. في شيء مثلاً زي هون تيجي تحكي فرضاً إنه سيفاليكسين إيكول لاين هاي اختار كل البكتيريا مع كل الأنتيبيوتيك البريك بوينت تبعها فرضاً 2 بس إذا كان الـ MIC أكثر من البريك بوينت نعتبرها إحنا ريزيستنت وإذا كان أقل نعتبرها ريزيستنت أو في وحدة عكس راح نشوف ذلك ماشي هلا وهون أنا بحدد اللي هو بحط فيها إذا هاي كيف تيجي تيجي بناء على البريك بوينت وكيف الـ MIC بتكون البريك بوينت موجودة من الستاندرد لابراتوري